المليء. لن نتراجع إلا ونحن نسترجع أموالنا. سيدي هاد الوقفة حنا بغينا نوصلوا الصوت ديالنا المسؤولين والقضاة باش يعطيو أهمية كبيرة لهاد القضية، لأنها كتعتبر قضية القرن نظرا لعدد الضحايا والمبالغ اللي تسلبات منهم، ايضا لان فيها معاناه ومعاناه كثيره ديال الضحايا. واخا كتشوف ان العدد راه كاينين اسر كتعاني في الخفاء ما كتحضرش الوقفات لان عندها معاناه كبيره مشرده، كاينين اللي ماتوا من كثره الفقصه ومن كثره هاد المشكله اللي اثرت لهم على الحياه ديالهم الشخصيه، شردوا لهم ولا الابناء ديالهم، نساء مطلقات ايضا جمعوا ديك المبالغ وفي التالي تسلبات لهم بهذه الطريقه. حنا هاد الضحايا اللي تجمعنا اليوم تجمعنا باش نقولوا ونوصلوا الصوت ديالنا المسؤولين اننا تم النصب علينا من طرف تاع المؤسسات ديال الدوله ومن طرف الحكومه. لماذا؟ علاش؟ هذوك الشعارات هذوك الاعلانات اللي كانوا كيتعلقوا ودوك الاشهارات اللي دازوا في التلفازه كل شيء ودوك الفيلات اللي تبناو نموذجيه، كيفاش الدوله سمحت لهاد الانسان ينصب بهذه الطريقه؟ وكذلك كاين موثق اللي هو موهوب عنده دخل في هذه القضيه لانه تم اقناع ديالنا بان هذه المشاريع كلها موجوده على ارض الواقع، وفي الاخير تنتفاجئوا ان ما كاين حتى شي مشروع محقق حتى حاجه، اننا تعرضنا لواحد النصب على مراه من عيون ديال الدوله والمسؤولين ديالها. شحال تقريبا عطيتهم لواحد؟ نعم المبلغ شحال تقريبا؟ حنايا انا 25 مليون اللي مشات لي في هذا على حساب يعني على حساب الضحيه. كل ضحيه شحال عطات؟ كاين كل ضحيه اللي عطات 80 مليون على حسب، على حيت كاينين الشقق وكاينين الفيلات وكاين البقاع كل واحد شحال مشات ليه، كاين اللي مشات ليه حتى 120 مليون، كاين 200 مليون على حسب شنو خدا. اليوم 21 يناير الخميس، وقفة جديدة من وقفات اللي درنا سابقا، هذه وقفة جديدة مواكبة للتحقيقات التي تجرى في هذه الأثناء مع قاضي التحقيق، يعني تحقوا في قضية الوردي وعصابة ديالته الإجرامية باب دارنا. هذه الوقفة جينا باش نأكدوا على المطلب الوحيد اللي عندنا، المطلب الوحيد هو استرجاع الأموال ديالنا المسلوبة. صحيح أن القضاء تيدير خدمته وأن قاضي التحقيق تحقق مع الضحايا من بعد ما حقق مع العصابة، ولكن حنا عندنا مطلب واحد هو الأموال. لحد الآن ما بانوش هاد الأموال، يعني حتى في التحقيقات هما يعني ما كاينش حس ديال الأموال. حنا بغينا فلوسنا، وحنا ماشي غير الوردي اللي شفرنا، حنا ضحايا تواطؤ بعض المؤسسات ديال الدوله اللي كانت عندها يد في هاد الجريمه اللي حصلت لينا، لاننا مشينا عن طريق الموثق خدينا هاد العقارات الوهميه. يعني حنا ما مشيناش منا لهاد النصاب، حنا مشينا للموثق، والموثق هو يمثل الدوله ويمثل مؤسسات الدوله، يعني تنصب علينا من طرف القانون. حنا بغينا فلوسنا، ما تهمناش السجن ديال الوردي بقدر ما تهم تهمنا ان الدوله دير معنا شي حل. شكرا. سؤال اليوم سوا الدار فلوسنا وانا بكا. وقفه احتجاجيه لانه قدم محكمه الاستئناف لتوعيتها اكثر بالملف باش تدخل في التفاصيل ديالو، لان كاين عناصر اخرى اللي كاينه داخل الملف، ما دخلش هذا النصاب، هذا راه داخل الناس يسمحوا ليه وفرشوا ليه الارضيه القانونيه. انه تصور انه كتمشي عند النوطير مسائل قانونيه، النوطير كيتثبت من اوراق الثبوتيه ديال العقار، كيمشي كيحط بلاكه في الاراضي ديال الناس والجماعات، ان كتكون كيفاش كتعطي الموافقه باش تحط واحد بلاكه، وان انا شخصيا مني كاليزي في جماعه ومحطوطه السيناتور ديال محطوطه دوفيس كنمشي كنليغاليزي عيم على الجامع وواحد السيناتور تما، هذا كاين تواطؤ ديال مجموعه اشخاص. يمكنش هذا السيد هذا يقدر يدير الشيء كامل بوحديته، كاين ناس اخرين معاه والاداره خصها تتحمل المسؤوليه ديالها. باش تطالبوا دابا الان في هذه الوقفه؟ كنطالبوا بان الدوله باش تتحمل وتعطينا واحد التعويض
على الخسائر لان هي اللي مشرعه القانون، هي اللي فتح هذا القانون على مصراعيه باش الانسان يدير فينا ما بغى، وهي اللي بيدها تحل وتسد وترجع للحقوق ديالنا كامله.